الحكومة حقيقة لا تنظر بأفضلية، تنظر بمن يستطيع أن يقدم استثمارا للعراق. على سبيل المثال اليوم الحكومة تتعهد بتمويل 85% من أي مصنع يراد أن يقام في العراق بضمان سيادي، واليوم في يوم 25 أو 28 2 حقيقة لا أذكر التاريخ بالضبط، تم استضافة بنك الصادرات الإيطالي وتم اللقاء مع مجموعة من رجال الأعمال وتم النقاش بهذا الموضوع، وتوجد الآن 4 أو 5 مشاريع لمصانع كبيرة يتم التداول بين الجانب العراقي والجانب الإيطالي. مصانع في أي مجالات أستاذ خالد؟ في مجال الإنشائية حاليا، الإنشائية والدواء. نعم. لأنه تعرف اليوم إحنا مقبلين على موضوع إنشائي كبير، تعزز ما هو قائم من مصانع أم تدخل منافسة؟ عفواً السؤال، ما تعزز ما هو قائم من مصانع في مجال الإنشاءات والأدوية أم تدخل كتوأمة ربما أو منافس؟ لا تدخل بمواد لم تنتج بالعراق أصلاً. جميل. لا توجد لها إنتاج بالعراق أصلاً، ومعتمد العراق على الاستيراد. لذلك تتحول إلى صناعة محلية. نعم. في مجال الإنشاءات وفي مجال الأدوية. هذا من جانب. من جانب آخر اليوم مصالح، يعني اليوم مصالح كل الدول هي مصالح اقتصادية. نعم. فحينما يوجد أي بلد يحتوي على فرص مثل الفرص التي يحتويها العراق، فأكيد هذا سوف يكون أهم باب للدخول. لا نخفي، أكرر، لا نخفي أن وجود بعض المشاكل، بعض التحديات، ولكن كل بلد يحتوي على نوع معين من التحديات، ويمكن تذليل هذه التحديات وجاري عملية تذليلها. اليوم العراق بالصناعات الإنشائية بابه واسع، يستطيع المستثمر الأجنبي الدخول إلى العراق بقوة، سواء المستثمر الخليجي أو المستثمر من أي دولة من العالم. بالمناسبة لا أستطيع أن أقول لك ما هو نوع المصنع، ولكن يوجد مصنع عراقي سعودي قريبا، عفوا عراقي إماراتي قريبا، سوف يكون في بغداد لسد حاجة أحد المواد الإنشائية التي يستوردها العراق الآن.